وبعدها نسبح. نصف هذا صوت النحنة كيف هذا روح هذا كافي هنا في كافي أصلا هنا ما في نوم الشمس يلا تعالوا وقف هناك شو صورك هنا هنا في شمس شوفي هناك يكاد ياكل ماء هذا اشرب اشرب ما ياكل تبغى نجلس هنا؟ بالكافيه؟ أنا بخاف. أوكي تو تشيكن برجر. والحين أوريكم مقطع اللي أنا سويته يعني ما أدري إيش أقول ما يعني هو يتكلم تركي. يعني كل مرة وفي السعوديين هنا يعني في السعوديين قليل هنا بس إنه قابلت واحد من عند هذيك الحديقة سعودي قالت معاه نروح وبعدها أنا بعد يومين عند إسطنبول وفهم نروح الرياض عشان نسافر عند الديرة ولا أمي وأبويا هنا شفتوا الصورة هذه شفتوها هذه الصورة موجودة أصلا هذا هو علم تركيا وشكله قطع ترى شكله قطع شفتوا القطع بس أنا ما أقدر أمسكه وهنا مكان حلو شوفوا كيف كسروا الحطب يعني وش مدري مرة بيطيح وجهي ما أدري كنت بطلع أصور من برا رحنا في مكان نسيت اسمه سلطان أحمد والله أني ما أدري المهم إن يجون الناس هنا عشان المياه الكبريتية طبعا أنا ما رحت لأنه كان زحمة حق العوائل فجلست أتمشى بالمكان أنتم ما تدرون قد إيش أحب المقاهي الفاضية مع ان المنيو على قدهم ما عندهم ذاك الشيء بس مو مشكله تجربه حلوه تعبينه انت كنت صغيره بعدين ليش انت ما اخذتي انت حاجي لا لازم انزل عند بابا الحين انت بابا يدور لنا كل مكان صح حلو. ما يعرف انه انا فوق كمان سرقنا صح؟ كيوم انتوش ذا تعبت؟ لا بطيح.